السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أول حلقة من حلقات كورس الريجينج. أنا معكم محمود عشمان. أول حاجة خلينا أشكر الناس اللي اتحمست وحمستني أنا شخصيا إن أنا أعمل الكورس ده، وبإذن الله نعمل كمان الكورس الكاركتر أنيميشن. إن شاء الله الكورس هنتعلم فيه حاجات كتير، بداية من إنك تظبط أو تجهز الكاركتر بتاعتك اللي أنت هتشتغل بيها على الأفتر إفكت، إزاي ممكن تجهز الكاركتر بتاعتك، إزاي ممكن تظبط الستايل بتاعك اللي أنت هتشتغل بيه، اللي أنت هتعمل بيه ريج أو اللي أنت هتشتغل بيه الأنيميشن. الهدف من الكورس ده في الأول إن أنا أعلمك ستايلات في عمل الريج، ازاي ممكن تعمل رجل الكاركتر على حسب الديزاين بتاعها، وان شاء الله مع بعض هنعرف ازاي نفرق بين كل ستايل وازاي وايه التكنيك المعين اللي احنا ممكن نستخدمه ويوفر معانا كتير. كمان هنتعلم في الكورس ده ميكانيكيه عمل الجسم بتاع الانسان، يعني انت عشان تعمل رج لازم تكون فاهم الانسان بيتحرك ازاي، او الكاركتر اللي انت هتستخدمها هتتحرك ازاي، سواء كان انسان او حتى اي كاركتر كرتونيه ازاي ممكن تعمل لها رج. في الاول خلينا نتفق ان التشريح بتاع الانسان او الكاركتر اللي احنا هنشتغل عليها تشريح للجسم بيكون واحد. هتشتغل مثلا على الدراع الارم، عندك الارم بيتقسم الجزء العلوي اللي هو الابر واللور اللي هو الجزء السفلي ده، وعندك اللي هي البالم اللي هي الكف الايد والصوابع. فانت مثلا عشان تعمل رج للدراع وتعمل رج للصوابع، الاول تربط الصوابع بالكف الايد، كف الايد بتربطه باللور، اللور بتربطه بالابر. ده كله هنعرفه في الكورس ان شاء الله. هنستخدم سكريبت دوك باسل، خلينا نعرف مع بعض ازاي ممكن نحمل السكريبت وازاي ممكن نضيفه على البرنامج، ونرتب مع بعض الورك سبيس اللي احنا هنشتغل عليها بحيث تساعدنا في شغلنا ان شاء الله. يلا بينا نبدا على بركه الله. اول حاجه هتعملها تدخل على اللينك اللي هسيبه لك في الديسكريبشن تحت الفيديو، هيدخلك على الصفحه دي بتاعت الموقع. تنزل تحت عشان تحمل السكريبت وتختار انت عايز ويندوز ولا ماك. انا ويندوز، هحمل الويندوز. بعد ما يخلص التحميل هيظهر معايا ملف مضغوط بالشكل ده، هفك الضغط بتاع الملف وافتح الملف وادخل على الفولدر بتاع سكريبت يو اي بانلز، اخد الملف اللي جوه ده كوبي، بعدين اروح على السي بروجرام فايلز ادوبي ادوبي افتر افكت سي سي سبورت فايلز، وبعدين ادور على سكريبتس، ادخل سكريبتس وادخل على سكريبت يو اي بانلز، اعمل بيست للملف اللي انا خدته كوبي، بعدين افتح الافتر افكت، وبعدين ادخل على ويندو هتلاقي السكريبت ظهر عندك تحت دوك باسل 2، اضغط عليه. لو ظهر لك بالشكل ده يبقى انت محتاج تظبط عندك في الريفرنسز. هتضغط هنا على اوبن ريفرنسز وتعمل الاو سكريبتس تو رايت فايلز اند اكسس نتورك. بعد ما تحدد دي تضغط اوكي، هتلاقيه ظهر عندك بالشكل ده. تضغط على اللغه، تختار اللغه اللي انت عايزها انجليزي مثلا، اوكي. كده السكريبت اشتغل معاك. نسحب السكريبت نضيفه في اي مكان. هنا نبدا دلوقتي بقى نظبط الورك سبيس بتاعتنا زي ما احنا عايزين. دلوقتي احنا هنظبط الورك سبيس بتاعتنا بنظام معين كده هيساعدنا كتير في عمل الريج للكاركتر وفي الانيميشن بعدين باذن الله. خلينا نقفل البانلز دي الاول، اعمل كلوز لكله، بعدين اسحب البانل بتاعت الكومبوزيشن هاتها في الجنب ده في اليمين كده، بعدين اسحب البروجكت هاته هنا جنب دويك باسل، وبعدين هنظبطه تاني. خلينا نجيب التايم لاين من هنا هيبقى بالشكل ده. دلوقتي خلينا نسحب دويك باسل ننزله تحت، خلينا نضيف البانل بتاعت الافكت كنترول، ندخل على ويندو ونختار الافكت كنترولز، وبعدين نسحبها نجيبها جنب بروجكت بس دي الورك سبيس اللي احنا محتاجينها. خلينا نسيف الورك سبيس دي، نيجي عند هنا عند الثلاث شرط دول ونختار سيف از نيو ورك سبيس، نسمي الورك سبيس بتاعتنا زي ما احنا عايزين. انا هسميها مثلا ريجنج ورك سبيس، اضغط اوكي. بس كده سيفنا الورك سبيس بتاعتنا. بس خلصنا كده حلقة النهاردة، حلقة خفيفة ولذيذة كده تسخين مع بعض، وان شاء الله من الحلقات الجاية هنبدأ شغل اتقل. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم باذن الله. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تضغط لايك وتسيب رأيك في كومنت، واساسي تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.